هناك بحسب قراءة البعض من يقول بأن السيد الصدر لم يتخلى أبداً عن مشروع الأغلبية حتى مع ذهابه نحو المعارضة، فبهذه الطريقة بتوجهه نحو المعارضة هو يمضي بمشروعه بهذه الطريقة، فهو له يعني ثقل برلماني وامتدادات شعبية، من خلال الامتدادات الشعبية هو قادر على أن يتحرك لعرقلة الكثير من القرارات الحكومية، ومن خلال الثقل البرلماني يكشف ملفات الفساد، وبهذه الطريقة مشروع الأغلبية لم يتم القضاء عليه تماما. يعني بالتأكيد هو سيدي صدر أعطى هذه المبادرة وأعطاها سابقا، يعني سيدي صدر هو يقول للكتل الأخرى اذهبوا وشكلوا الحكومة وأنا ذاهب للمعارضة، لأن سيدي صدر هو مقتنع بأن مشروعه قادر على تغيير وإصلاح وإحداث إصلاح في الخارطة السياسية العراقية، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في الإطار التنسيقي، لا يسمحوا بأن يذهبوا لصدر بتشكيل حكومته، ولا هم قادرين على تشكيل حكومة، هم يشترطون بأن يجب أن يذهبوا سوية، لأنهم يعلمون أنهم ذهبوا باتجاه تشكيل الحكومة فإنهم غير قادرين على المضي بتشكيل حكومة، هم يعتقدوا بأنها وطنية لكن الآخرين يراها بأنها حكومة محاصصة وحكومة مغانم، وهو سبب من الأسباب الذي يجعلهم لا يذهبوا إلى المعارضة. أنا أختلف مع ضيفك في أنه نحن لا نتكلم عن الموضوع الكتلة الثلث الظامن بأنه غير دستوري، لا نتكلم عن دستوري، نتكلم عن التنازلات التي ممكن أن تقدم من أجل الشعب العراقي. هنالك مشروع جديد، هنالك خارطة سياسية جديدة، لماذا لا تدعم هذه الخارطة وبالتالي يذهب الباقين من أجل تقويم هذه العملية ومراقبتها إن وجدوا وجهة بأن هنالك خطأ؟ وجهة نظر ربما يتفق معك بها الكثير من الشارع العراقي باعتبار أن ما جرب سابقا لم يصل بالبلاد إلى نتائج.